اهلا يا ولدي، اتفضل اتفضل استريح. ريح قلبك يا ابني. استنى انتوا بره. ليك عشان اشرب اشرب. الدنيا لسه بخير يا ولدي. على اي حال انا عايزك تكون معايا في منتهى الصراحة والوضوح، خصوصا انك باين عليك انك انت راجل كبير ومحترم، واكيد اكيد عندك اولاد زمانهم مشغولين عليك دلوقتي، وانت كمان نفسك تشوفهم وترجع لهم بالسلام. عندي اتنين اسعد في البيت، ولد وبنت. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم. يخليك اسعد البيت. خد ناشف عرقك، شوية كولونيا يفوقوك. اقعد يا ولدي استريح. ربنا يخليك يا سعادة البي. الله اتفضل سيجارة. كتر خيرك يا سعادة البيه، أنا بقالي سنة ما بشربوش. يضايقك لو أدخن قدامك؟ استغفر الله يا سعادة البيه، اتفضل. اتفضل، اتفضل اقعد. ربنا يخليك يا سعادة البيه. قول لي يا والدي. نعم يا بيه. قلت لي بقى انك بتاع الاتوبيس. بالظبط يا سعاده البيه. واحده واحده ارجوك عشان اقدر استوعب الموضوع. حاضر يا سعاده البيه، انا تحت امرك. مين كان معاك في الاتوبيس؟ زميلي الاستاذ جابر اللي كان واقف جنبي في الطابور. اكتب. كان معاه زميله الاستاذ جابر. وبعدين يا ولدي ايه اللي حصل؟ والله يا فندم مفيش، واحنا في الاتوبيس قالوا ورق، اختلفنا مين اللي طلع. اختلفتم مين اللي طلع؟ يعني انت كان معاك وزميلك كان معاه؟ ايوه يا فندم. هايل. ويا ترى كان معاكم زي بعض ولا كان في اختلاف؟ والله يا فندم ما عنديش فكرة بالظبط كان معاه هو قد ايه. طب انت كان معاك كام بالظبط؟ حوالي 218 للمصاريف يعني. اكتب. كان معاه 218 كلها معدل التوزيع. لا يا سعادة البيه، للمصاريف. ما هو يا والدي للتوزيع ولا للمصاريف ما تفرقش، المهم انك شايلهم عشان تديهم لناس تانيين في مناسبات مختلفة، صح؟ صح والله يا سعادة البيه، الواحد بيستلمهم باليمين يوزعهم بالشمال. طب اتفضل استريح. شكرا يا سعادة البيه. وبعدين؟ في الاخر انا دفعت تمن الورق. لحظة واحدة، وقد قمت بالإنفاق على جميع هذه الأوراق من جيبي الخاص، مش كده يا والدي؟ والله يا سعادة البيه هو تقريبا في اختلاف في المعنى بسيط، لكن أكيد سيادتك ضليع في اللغة أكتر مني. وبعدين؟ الكمساري قال يا لازم فكة يكتب لكم الباقي على ظهر الورق.
أما كمساري غير محترم. ودي أوراق برضو ينكتب عليها حاجة زي كده. عشان كده قلنا له لأ، الفلوس كوم والتذاكر كوم. أنتوا بتسموا المنشورات تذاكر؟ منشورات؟ منشورات إيه يا سعادة البيه؟ أنا بتكلم على تذاكر الأتوبيس. مش مهم، مش مهم. مش هنختلف على التسمية. دي حاجة هايفة. المهم صلب الموضوع يا والدي. موضوع إيه يا سعادة البيه؟ وبعدين معاك. أنت ناوي تتعبنا ولا إيه يا والدي؟ فكر في نفسك وفي أولادك. يلا. يلا يلا خلينا نخلص. الظاهر يا سعادة البيه إن حضرتك بتتكلم في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية خالص. أنا مظلوم يا سعادة البيه، أنا ماليش دعوة بحد أبدا. أنا طول عمري في حالي يا ناس. أيه. طول عمري في حالي. طيب خلاص خلاص. أنا ما أعرفش حد أبدا. اهدى اهدى. ما أعرفش حد. أنا هقوم بكل حاجة بنيابة عنك. تعال اقعد. أجيب لك شاي؟ شكرا يا سعادة البيه. طبعا استريح. اكتب سين. اين كنت تنوي توزيع هذه المنشورات؟ جيم. كنت انوي توزيعها في الاتوبيس. سين. وما الهدف من هذا العمل؟ جيم. الهدف هو تأليب الرأي العام على نظام الحكم. سين. ولماذا تقوم بتأليب الرأي العام؟ جيم. لأني غير راضي عن القائمين على الحكم وأختلف معهم. سين. هل لديك أقوال أخرى؟ جيم. لا، تمت أقواله لحين استجوابه مرة أخرى ووقع أمنا. اتفضل امضي يا والدي. امضي عليا يا سعادة البيه، ده الكلام ده يوديني في داهية. ليه بس يا راجل تفكر التفكير الوحش ده؟ ودي عايزة تفكير يا سعادة البيه؟ دي سين وجيم واحدة منهم توصلني لحمل المشنقة. يا والدي خليك راجل مؤمن بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يلا امضي. لا لا يا سعادة البيه ما اقدرش امضي، ده في سوء تفاهم والله. احنا بتوع الاتوبيس. شوف بقى ما اقولك. اندهلي شويش على الماضي. اسمع بقى يا ولدي من غير زعل، احنا هنا ظراف قوي مع الناس الظراف، ورزلين قوي قوي مع الناس الرزلين. قلت ايه؟ انا سعادة البيه عاوز. خلاص خلاص، انا شخصيا عملت اللي عليا. انت شايف حاجة تانية؟ انت حر. تمام يا فندم. تعال يا عماد اتفاهم معاه. قدامي. يكون في علمك في ناس كتير جم قبل كده وعملوا مجانين، وقالوا احنا بتوع الاتوبيس واحنا بتوع الطيارات وعربيات الكارو كمان، لكن احنا عقلناهم زي ما هنعقلك دلوقتي. مش كده؟ عقلوا عبد المعطي. حاضر يا قمر. محدش عايز اي حاجه من بره. كتر الف خيرك ابو فتحي. فيه الخير. بقول لك يلا امال. حاضر ربنا يسترها معاك يا ابو وش سمح. ايه الحلاوه دي؟ يلا خدوه. يا حلاوه. يا حلاوه. يا حلاوه. يا حلاوه.
استاذ مرزوق. في ايه يا استاذ مرزوق؟ استاذ مرزوق في ايه؟ هو الاستاذ مرزوق ماله يا فندم؟ في ايه؟ لا ابدا، اصل الشاويش عبد المعطي ايده تقيله شويه. هاتوا شاي للشاب الظريف ده. شاي؟ ايه؟ حلوين مش كده؟ عصافير. تعال تعال. اقعد استريح. اسمك ايه؟ جابر محمود عبد ربه. سنك؟ 28 سنة. غريب، مع ان شكلك ما يديش السن ده ابدا. اللي تشوفه ساعات الليل. ان شاء الله تقول عندي 100 سنة. ان شاء الله تقول عليا عيل، انا تحت امرك. انما الاستاذ مرزوق هو في ايه؟ باين عليك طيب وابن حلال وهنعرف نتفاهم كويس. تحت امرك يا فندم، انا من ايدك دي لايدك دي. بتشتغل ايه؟ انا موظف في الرفق بالحيوان. معاك مؤهل؟ ايوه يا فندم، بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا. قسم جيولوجيا؟ ايوه، بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا، ويشغلوك في جمعيه الرفق بالحيوان. بذمتك دي بلد شيء فظيع فظيع، مش انت معايا في كده برضو؟ انا معاك بقى ساعه البي، معاك ونص الحقيقه يعني، بس هعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. انا يا جابر متهيألي ان ده اكل لطموح الانسان واماله في المستقبل. ده اكتر من الاكل والله يا ساعه البي. اكيد اكيد شاب زيك يبقى عايش في الحياة وهو غير راضي تماما عن كل الأعمال الغلط دي، مش كده؟ والله يا فندم أنا طول عمري كده. يعني السياسة في حياتك من زمان؟ يعني من صغري يا فندم. ومين بقى علمك السياسة؟ ده والدي. هو كمان سياسي؟ ما عندكش فكرة يا فندم، سياسي درجة أولى، هيعجب سعادتك جدا. كان دايما يقول لي يا جابر يا جابر سايس الناس، يا جابر يا جابر سايس الناس. عظيم. دلوقتي بقى نتكلم مع بعض في الموضوع اللي انت هنا اساسا علشانه. شوف يا سعاده البي، الصراحه ما فيش احسن منها، وانت عارف سيادتك ان الشيطان شاطر يعني. الشيطان شاطر وقليل الادب كمان. ده احنا غلطانين، ده احنا ندمانين يا فندم ندم على اللي حصل، هو اللي عملناه ده شويه. وبعدين البركه في سيادتك بقى تسويها بمعرفتك يعني، وبعدين اذا كان مرزوق غلط ولا حاجه نبوس على دماغ بعض ونروح. هاي يا جابر هاي. على العموم انا سويت المساله كلها بنفسي. الشاي اكتب. وبسؤال المتهم افاد بانه حاصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا فنية. جيولوجيا، علم طبقات الارض. بالظبط، جيولوجيا. كتب وقد عينته القوى العامله في جمعيه الرفق بالحيوان. ايوه اكتب رفق الحيوان ذو حاده. مما اثار في نفسه غضاضه تحولت الى حقد شديد. ازاي يعني يا فندم؟ مش فاهم. وقال على حد تعبيره بانهم قتلوا فيه الانسان، ومن هنا قرر ان يعمل من خلال التنظيمات السريه لقلب نظام الحكم. ساعات البي كما اعترف بانه طوال حياته كان يعمل بالسياسه مع والده. يا سعاده البي. اشرب الشاي يا جابر، اشرب اشرب. يا سعاده البي. نعم يا جابر. الكلام اللي سيادتك بتمليه ده عننا انا؟ طبعا. مش ده كلامك اللي انت لسه قايله؟ مش دي اعترافاتك؟ لا يا سعاده البي،
سيادتك بتتكلم في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية. السياسة بتاعتكم غير السياسة بتاعتنا. إحنا بنسياس الناس، بناخدهم على قد عقولهم، ما بنزعلش حد. إنما السياسة بتاعتكم إحنا ما بنفهمش فيها. أنا غلبان وأبويا غلبان يا بيه. إحنا ناس غلابة وفي حالنا. أنا أمي وإخواتي غلبانين. ده إحنا بتوع الأتوبيس يا بيه. حتى أنت يا جابر اللي بقول عليك راجل طيب. جاي تدعي الجنان وتكدبني. معاش اللي يكدبك يا سعادة البيه. لا. ما هو أنت دلوقتي بتكدبني. ما أصل ده ما حصلش. اخص عليك. اخص على اللي يعاملكم معاملة كويسة بعد النهارده.